كرة أمامية يقابل معها حمد اليامي من منطقة وسط الملعب إلى سلمان لكويار. كويار فضل إن هو يمرر في وقت إن كان ممكن يبقى قدامه مساحة يلف ويروح، لكن هو بيلعب السهل، بيلعب على المضمون. لجانك مع الكرة، جانك إلى كويار، نرجع له مرة تانية هنا إلى سلمان اللي بيدور على أي حد يمرر له، ولعب واحدة حلوة قوي لميشائيل دلجادو في الجانب الأيسر، لكن راجع مع كاكو. شوف الحصار من لعيبة التعاون والاستحواذ من الهلال على الدائرة إلى جانك، نقل واحدة في الجانب اليمين عند سعود عبد الحميد، سعود يلعب على الأرض، سعود إلى أوديون، إيجالو، إيجالو يلعب الكرة لسلمان، يا سلام!